اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بفقره التغذيه بنقدم لكم افكار لبدائل صحيه للوجبات الخفيفه. اكيد نتحدث اكثر بهذا الموضوع مع اخصائيه التغذيه ربا مشربر. صباح الخير ربا. صباح الخير. كيفك؟ اهلا وسهلا فيكي. يعني قبل ما نحكي عن الوجبات الخفيفه اللي احنا بنحكي عنها سناكس اللي دائما بتنصحوا فيها انه هي تكون بين الوجبات ناكلها لو كانت كميات قليله جدا، شو اهميتها؟ هلا كثير مهم خاصه بوقتنا هلا ميس. معظم الاشخاص عم بيقضوا ساعات طويلة في المكتب وبالشغل ومع عصر السرعة ومعظم الناس ما عندهم وقت لوجبات أساسية. فالوجبات الخفيفة لها كتير فوائد. أول إشي إذا كانت صحية بتشكل جزء مهم بالتغذية لأنها راح تزودنا بعدد كبير من الألياف الفيتامينات والمعادن إذا اخترناها صح. يعني إذا كان في اختيار لعدة وجبات وعرفنا أنها تكون مدروسة وصحية هذا بغني النظام الغذائي وبيساعد حتى بالتحكم بالجوع. يعني واحدة من أسباب السمنة وزيادة الوزن والنقرشة اللي هي النقرشة الغير صحية. واحد بطلع مش فاطر بوصل المكتب بيبدأ شوكولات قهوة بعدها بصير ما في تخطيط لوجباته فبصفي بيأكل أيش مكان. ودائما ننتبه إنه جسمنا مش أي إشي لازم ندخله لإله لأنه بيفرق يوم عن يوم. تراكم هاي الأغذية غير الصحية راح تؤدي سلبا وبتؤدي لزيادة الوزن. نعم. ثالث إشي كمان إنه زي ما حكينا إنها بتساعد على التحكم بالشهية وإنه تساعد على إنه ما يصير في عنا زيادة في الوزن. هذا دائما منواجه فيه مشكلة. دائما لما يجي ناس عنا بدهم يعملوا نظام غذائي نورجيهم النظام إنه في عنا عدة وجبات ولازم نتعود ناكل كل ساعتين ثلاثة مثلا إشي خفيف إذا مش قادر على وقعة كبيرة أو وجبة كبيرة. فبيستغربوا وبس يجربوا النظام الغذائي ويشوفوا إنه عدة وجبات بس تكون صحية ومدروسة وعارفين السعرات الحرارية الموجودة فيها وانها فيها فوائد غذائيه قد ايه بينعكس. يعني بينحف الواحد عم بياكل وعم بينحف لانه الرجيم مش حرمان. حلو. طب هلا هاي الوجبات الخفيفه ايش دورها بالنظام الغذائي الصحي اول شيء بنقدر نحكي وثاني شيء انه كيف بتساعد مثلا الناس اللي بدهم يعملوا حميه غذائيه بدهم ينحفوا ليه بتنحف؟ هلا ليه بتساعد على التنحيف او على تخفيض الوزن؟ اول شيء معظم الاشخاص اللي ما بياكلوا غير وجبه واحده في اليوم بنقصهم عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المهمه لانتاج الطاقه والتفاعلات الكيميائيه ولحرق الدهون وغيرها. فهاي عاده الاشخاص اللي بياكل وجبة واحدة كتير بصفي ما عم بياخد عناصر غذائية كتير مهمة بنظامنا الغذائي ما عم بياخدها لأنه بس بياكل وجبة واحدة. تاني إشي في كتير أشخاص بكونوا مفكرين حالهم مش بياكلوا بس إذا برجع بكتب إحنا دائما بنحكي لهم إذا أنت بدك تراقب حالك لأنه ممكن أقول لك شو أكلت امبارح تقولي تتذكر إشي معين تقولي مثلا أكلت هيك على الغداء وأكلت هيك على العشاء. بس الواحد لما يسجل بصير ينتبه إنه مرات لما يجوع ما بنتبه على حاله ممكن يسحب من هون شوكولات ممكن يسحب من هون أي إشي سهل لأنه عادة الواحد بشغله أسهل إشي إنه أي أشياء من السوبر ماركت الأشياء المغلفة. ولكن إذا كان في تحضير مسبق لهالوجبات الخفيفة حتى لو الواحد مش عم بعمل نظام غذائي أول ما يغير بنظامه يصير مثلا يفطر يتغدى حتى لو كان الغداء متأخر. يعني في كتير أشخاص ما بيقدروا ياخدوا فترة غداء بالشغل أو ما بيقدروا يروحوا على البيت يتغدوا بس مثلا دائما بقولهم نقلب مثلا على الغداء ممكن ناخد اللي زي كنا وجبة عشاء ونرجع ناكل أوكي الساعة 6 7 الوجبة الأساسية بس مش بنكون خلال النهار مش مكلين إشي. هون بنكون مكلين ومدخلين عدد كبير من المجموعات الغذائية الخمسة اللي لازم ندخلها بنظامنا الغذائي اللي هي فواكه خضار ألبان بتكون أصلا إحنا ماخدها هذا الشخص. فبصفي لما يوصل على الساعة 6 وأكل وقعة الغداء أو وجبة الغداء بكون خلاص اكتفى أخذ كل عناصر الغذائية والمجموعات الغذائية اللي هو بحاجة لها. حلو. طب هلأ هي بتجوع يعني في ناس مثلا بيقولوا لك إنه إحنا مرات بناخد هاي الوجبات الخفيفة خصوصا مثلا إذا كان في فواكه وفي خضار بنحس حالنا جوعانين بنجوع أكتر من لما ما ناخد. هلا شوفي هذا بيبدأ بأول النظام الغذائي دائما الجسم عنده قدرة إنه يأقلم حاله عشان حسب الأوضاع اللي هو موجود فيها. بالحالة الطبيعية الساعة البيولوجية والجهاز الهضمي مهيأ إنه إحنا نفطر فترة الظهر الصبح ونتغدى ناخد إشي خفيف ونتعشى ودائما بعد 7-8 خلص الجسم بدخل في فترة راحة. نعرف إنه أشعة الشمس هاي حكينا عنها بمرة سابقة أشعة الشمس بتروح الجسم بيصير يفرز الهرمونات خلص تساعده إنه هلا وقت الراحة والنوم إنه ما في إنه نشاط بدني. فلما الواحد يكون ما عم بيأكل بقل المعدل الأيض وبصير الشخص إنه يتعود زي الصيام أول الصيام وآخر الصيام بصير خلاص الجسم يتعود لأنه بده يتأقلم مع هذا الوضع. صح.
أول ما يبدأ الواحد يضبط نظامه الغذائي أو يدخل وجبات خفيفة ممكن يشعر بالجوع بأول أسبوع أو أول أكل من يوم، بعدين خلص بصير يتعود يأكل بالأوقات اللي هو متعود عليها وما بيجوع. ما بيجوع يعني أولها أول يومين ثلاثة أسبوع ممكن يتغلب، خاصة مش متعودين يفطروا، بصيروا خلص الجسم بيتعود إنه هلا صار يفطر، إنه بدأ يفطر بهذا الوقت فراح يجوع بهذا الوقت. فإذا نظم مثلا أنا فطوري على 8 بأخذ إشي خفيف على الساعة 12، بتغدى على 2 بأخذ إشي خفيف على 4، بصير يجوع بهاي الأوقات، فبصير براحة راحة لجهاز هضمي وراحة لتخفيف الوزن. صح. طيب خلينا هلا نشوف ايش عندنا البدائل الصحيه اللي انت اليوم قدمت لنا اياها كافكار ربع عشان نحكي. هلا انا ركزت اليوم انه كل هاي الوجبات الخفيفه اللي عارضينها اليوم فيها من 70 ل 100 سعره حراريه فقط بس، وبنقدر ناخذ بمعدل 2 لـ3 من هالوجبات الخفيفه بنظامنا الغذائي. هلا رح اعطي عده امثال ورح نحكي ليش كل مثل اصلا شو بيعطينا، ليش هو مهم. في عندنا اول شيء رح نبدا بالفواكه. اوكي عندنا التفاح او حبه اجاص، طبعا الاجاص هاي لأنها صغيرة ممكن ناخد 2 منها بدل حبة تفاح، وفي عنا حتى بعض أنواع الفواكه المعلبة، يعني عنا المشمش المعلب إذا إحنا ما لحقنا أو حابين نغير عن الفواكه المتعودين عنها بنقدر ناخدها، بس إنه نغسلها ونقيم المحلول السكر الموجود طب فيها. فائدتها نفس الفريش لما نشتريها؟ إلا الفائدة أكيد، لأنه عادة التعليب هلا أول إشي بتتأشر، فإلا في خلنا خسارة لبعض الفيتامينز خاصة فيتامين سي. تاني إشي بعملية التعليب بتعرض لها حرارة عشان يصير عندنا تعقيم، أكيد مش زي الطازة بس بضله أحسن من الخيارات الثانية. يعني إذا إحنا اضطرينا نروح على السوبر ماركت يعني اللي جنب الشغل منجيب المعلب بالضبط. ففي عندنا الفواكه وكل عادة الفواكه ما بتتجاوز 100 سعرة حرارية، حتى حبة الموز الصغيرة اللي هو البلدي مش الصومالي بتكون تقريبا فيها 100 سعرة حرارية. بس أنت دائما ربا بتقولي إنه معدل الفواكه اللي بنقدر ناخده من 3 لـ4 حبات بالضبط، عشان هيك عم بحكي انه من 2 لـ3 من الفواكه يوميا. والوجبات الخفيفه مثلا اذا انت بتتغدى على الساعه 8 بتفطر الساعه 8 بتاخذ سناك ممكن الساعه 10 11، سناك ثاني الساعه 3، يعني بده يكون عندنا اكثر من وحده وانت بتنظمهم شو لازم يكون. فاذا اخذت منهم كل وحده من هدول بكون فيهم السعرات الحراريه اللي هي من 70 لـ100 سعره حراريه. تمام. طيب في عندنا الخضار اكيد زي البندوره، خيار، خس، اي نوع بالضبط، وكل انواع الخضار الكوب، يعني اذا بدنا نحكي حبه بندوره كبيره تقريبا ما بتوصل ال 20 سعره حراريه، الخيار يا دوب 15 سعره حراريه، يعني احنا نكتر خضار قد ما بنقدر بالضبط. يعني هدول حتى اذا انت بالشغل بتقدر تحضر تبر وير تصير تاكل خلال، هذا اول شيء بيشبع بيعبي المعده. بنعرف المعده لما تفضى بنفرز هرمون اسمه الجريلين واللي هو بيعطي اشاره للدماغ انه يلا انا جوعان بدي اكل. فاذا خلينا هالعب المعده معباي، وفي فرق بين نعبيها مثلا احنا عم نحكي على حبه فاكهه او حبه خضار يا دوب توصل 70 ل 100 سعره، والخضار يا دوب توصل ل 25. نيجي ل مثلا كثير في ناس بياخذوا سناكس صحية، يعني عندنا زي هذا الباكيت من الشيبس ممكن يوصل ل 200 سعره حراريه، يعني ضعف. وغير هون احنا عم ناخذ الياف بتشبع، عم ناخذ فيتامينز، عم ناخذ معادن، هون ما في فائده، هون في بس دهون واكيد بيؤدي مباشره لزياده في الوزن. فتخيلي اذا في اكثر من وقعه من هدول. هلا في عنا كمان حتى الفواكه المجففة بنقدر ناخدها، 3 حبات تمر تقريبا بتوصل 60 لـ70 سعرة، 85 تقريبا سعرة حرارية حسب حجمها. وحتى ممكن نقرش على الفواكه الكرامبري، كرامبري في كتير مفيد فيه الفلافينويدز مهمين للدماغ، 2 كبار بتوصل تقريبا 90 لـ100 سعرة حرارية. تمام. في عنا كمان إشي كتير مفيد أنا كتير بحبه اللي هو وبيشبع كتير، البامبكن سيدز أو بذور البذر الأبيض الياقطين بالضبط. امبارح رحت على محل وتذكرتك قلت له عندك بذر الياقطين، قال لي خالص، قلت له بدي خالص انا بس كثير مفيدين خالص كثير مفيدين انا بستعملهم مرات بحط فيه بعمل بالانرجي بارز او سناكس يعني خفيفه خاصه للاولاد. على فكره كثير مهم لانه فيه اوميجا 3، الاوميجا 3 المصدر النباتي كثير مهم للدماغ، وبعدين اي شيء فيه دهون صحيه بشبع، يعني انت لما تاخذي شيء فيه بروتين، البان مثلا اخذنا وجبه خفيفه لبن حطينا جنبها مكسرات حطينا فوقها بنقدر ندخله مثلا بالسلطات طبعا بدخل. هذا كتير سهل، اول شيء سناك خفيف بتقدري تاخدي انت 2 معلقة ما بتوصل 100 بتوصل 100 سعره حراريه، احنا قلنا الهدف اليوم من 70 لـ100. ممكن نضيفها على حبوب الافطار، ممكن نعمل انرجي بارز منها او
البار تاع الطاقه اللي بنعملهم من الشوفان وغيرها، ممكن نضيفه على اللبن او ممكن ناكله لحاله، يعني في كثير خيارات صحيه له. تمام. عندنا كمان انواع الالبان. في اللبن الساده، لبن الساده عاده العلبه الصغيره يدوب توصل 95 ل 100 سعره حراريه. لبن المنكح الخالي من السكر ممكن نستخدم لبن الفواكه يعني كنوع من التغيير، او اللبن العادي ممكن نضيف عليه بعض انواع الفواكه. عندنا الذره كمان، الذره العلبه الصغيره نقدر نجيبه مفرز. انا بحب اشوف الخيارات فريش مفرز بعدين معلب. هلا كثير في بالسوق الذره الفريش، وبنقدر حتى نسلقها ونقطعها وناخذها على الشغل. اذا مش حابين ممكن نجيب المفرزه ونستخدمها. ايش الفوائد الموجوده بالذره بسرعه عشان نمر على الاشياء؟ في عندنا الفيتامين اي كثير مهم للبشره، وفي عندنا برضه نسبه عاليه من الالياف المفيده، يعني بحالات الامساك وهيك حتى الذره بتفيد، ومصدر اساسي للطاقه طبعا. وزي هالبشار، البشار قد ما اكلنا منه كثير ناس بخافوا من البشار، 3 أكواب ما فيه طلع لنا هاي عندنا الحبوب الطاقة برضو بنقدر نختار خيارات صحية، في منها من 70 ل 90. في بدي أحكي على الشوكولات الغامقة، نقدر ناخد الشوكولات الغامقة عادة البلوك الصغير زي هيك يعني نص، هذا فيه تقريبا من 70 ل 90 سعرة حرارية. الشوكولاتة الغامقة اللي عم نحكي على الغامقة اللي بتوصل نسبة الكاكاو ل 80 ل 90، فيها شغلتين كتير مهمين، فيهم حديد، نسبة من الحديد، فيها مادة الكاتيكنز والإبيكاتيكنز، هدول مهمين جدا للدماغ، يعني كتير في دراسات عملت على قدرة الذاكرة والتركيز. فحتى الشوكولاتة الغامقة ممكن ناخدها كسناك خفيفة، بس برضو بالكميات ننتبه انه ما نكتر منها بكميات كبيرة. تمام. وعندنا المكسرات، الجوز، لوز، غيرها. وبدنا ننتبه انه كمان زي ما حكيت انه اذا احنا اخذنا تشيبس او بسكوت هون ما عم بكون عندنا فائده غذائيه، واذا اخذتي كميه بسيطه بتتعدى مرات ال 100 سعره. حلو. بس انا بتذكر مره انت قلتي عن الويفر، انه الويفر هو يمكن احسن من الحلويات الثانيه اللي احنا بناكلها. بالضبط، يعني عاده الويفر ممكن تاكلي 4 زي هدول الصغار، ما يعني توصل 100 سعره حراريه. بس هي يعني اذا اشتهينا شيء حلو بيكون افضل مثلا من انواع الشوكليت اللي فيها نوغا، فيها مكسرات، فيها هاي كراميل بتوصل 200 او 250 سعره حراريه. يعني اللي عاملين حميات غذائيه ونفسهم مش قادرين يقاوموا بيقدروا ياخذوا الويفر، وبرضه البسكوت الساده والشوكولاته الغامقه خيار صحي حسن مفيد جدا. تمام. طيب ربا انا بدي اتشكرك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا بالقناه لحتى تتابعوا كل شيء جديد.